بالنسبه انا هو هذيك اللي هضر عليها الخراج في الفيديو اللي كيقول ما عرفتش علاش جراو على واحد السيد راه كاين تكنيسيان كان كيصور، الا انه الا ما عرفتيش استاذ علاش جراو عليا راك انت هو السبب. الناس اللي ما كيعرفوش على الخراج راه هو السبب بانني انا فقدت ذاك العمل اللي كنت انا فيه، انا اللي كنت كنقوم بالمونتاج وكنت كنعطيه المواضيع باش غادي يهضر عليهم. انا اليوم كنهضر معكم ماشي باش انني باش ندير البوز، ولكن بغينا نبينوا واحد الوجه واحد اخر اللي كيبان لكم السي الخراج انه كيبقى يدير خوتي راني مريض وكيبقى كيتمسكن على هاد الناس هكا. راه هو راه فقط هو تمثيل بالنسبه لفضل الخر هذا خرج بهذا الفيديو وكيقول بانه غادي يعتزل الحدث 24. والله لا مشى، حيت من غير الحدث راه ما كيعرف يدير والو، حيت هو راه الا خرج غير الباب راه ما كيعرف يدير والو. ثاني حاجه داك السيد اللي كيصور اللي كان دابا كيصور وكيدير له المونتاج، خطا تقني كيوقع عادي، كيما انت غلطتي في داك الكلمه هو غلط، باش تقولوا انتم حقا باش يمشي في حاله، ولكن السبب راه هو راه ماشي راه عندي انا باش كنهضر راه عندي راه عندي اوديوات ديالو، عندي ابيل معاه حيت كنت قدمت له واحد العرض انه باش يجي يشتغل معنا، ولكن انا اللي بقى فيا الحال هو ان الناس ما يكذبوش على الميت اللي كيقول ما عرفتش علاش جراو عليه، راك انت استاذ اللي انت السبب. تخيل انتم هاد الناس كنشوفهم كيديروا فيديوهات كيقولوا السي الخراج راه كتربح 15 مليون، السي الخراج ربحها بوحدك، هادوك الناس راهم كيربحوا على ظهرك. او والله واخا تقول له كتربح مليار، والله لا مشى، علاش؟ حيت راه ما كيعرفش يدير والو، حيت راه كاين ظروف لان اللي كتخليه انه يجلس تما. وزيد السي الخراج انت راه قبل منك كنت كنصور معاه، هكا السبب انني باش غادي نغادر الحدث 24 اللي كنت كنتخلص فيها. السبب اللي هو كيفاش؟ واحد النهار كنا كنصوروا انا ورا الكاميرا هو قدام الكاميرا، شنو قلت له؟ قالت انا وياه جماعين، قال لي اخي ادريس حقا راه وشي ناس عيطوا لي غادي نمشي نصور معاهم وراه قال كل شيء ديالك. قلت له اخويا كنتي غادي تمشي انت غادي تصور معاهم؟ سير اخويا دير القناه ديالك ولا دخلتي مليون ونص راه ديالك، وما يدخل معاك فيها حتى شي واحد شريك، ماشي بحال الجريده. هو شنو؟ جا الخير ديال الشهر مشى كيطاكيني، وادريس قالوا لي كتدخل مليون ونص وانتوما كتعطيو له ديك الساعه الله كان كيجد شي 50000 ريال ولا 40000 ريال. ومشاو الاخرين باش شافوني انا هكاك، هما كانوا قالوا لي اسمحوا لنا، داروا شي لعيبات شي مشاكل ثانوية، إلا أنه ما كانش هي الرئيسي، ولكن الرئيسي اللي هو الخراج. الخراج راه هو اللي كان خرج لي على خدمتي تما. وبالنسبة للخراج اللي راه ديك راه هي تمثيلية وكيبغي أنه باش يتعاطفوا معاه.